الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. تحفيزا للاستثمار، رئيس مجلس الوزراء يوجه بالترويج لخدمات تأسيس الشركات الإلكترونية. وعشية انعقاد قمة مجموعة إيكواس، واشنطن تعرب عن قلقها بشأن وضع رئيس النيجر محمد بازوم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا للعاصمة الأردنية عمان وترأسه لوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها 31، لافتا إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل دعم وتعزيز آليات التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون ما بين مختلف المسؤولين من الجانبين المصري والأردني لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من توصيات وقرارات ووثائق تعاون لتحقيق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. كما وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي وفريق الخبراء والفنيين على جهودهم المبذولة في التنسيق لأعمال اللجنة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة على عدد من القرارات نستعرض أبرزها. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارتي قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل والتدريب العملي في مواقع العمل، كذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية. شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الخاصة لإدارة المستشفيات، وذلك للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. كما تم الاتفاق على تطوير مركز أورام دار السلام هيرمل ليصبح فرعا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي، وذلك داخل مصر. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، وهي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط. وأكد مدبولي أن التأسيس الإلكتروني للشركات كان أحد أهم قرارات الأعلى للاستثمار، ويضفي قدرا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمارات. ووجه مدبولي بالترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة وصولا إلى تأسيس الشركة الإلكترونية. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة على أن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية. وأشار هيبة إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية. نحن نوحد الإجراءات دي ونحن نطلع بشكل سهل وبسيط، بحيث ان المستثمر يقدر يخش يعمل تأسيس الشركة بتاعته ايا كان نوعها، كله بشكل الكتروني لحد لما نوصل لمرحلة توثيق العقد التأسيس واصدار السجل التجاري، وبيتم ارسال هذه المستندات والشهادات للمستثمر عن طريق البريد الالكتروني بتاعه. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. عقد في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ثلاثة من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، حيث عقدت جلسة متخصصة حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي.
اجتمعت اللجنة مصغرة وفيها خبراء وفيها مجموعة برضو من الأحزاب عشان يتم صياغة نص المادة المتعلقة بنظام الانتخاب للإدارة المحلية. الحقيقة الجلسة اللي فاتت كان في توافق من الأحزاب اللي موجودة على نظم انتخابية معينة، وبالتالي فده يعني يعتبر شوط كبير، اتقطع شوط كبير جدا في مسائل الإدارة المحلية أو نظام الانتخاب للإدارة المحلية. وبالتالي النهاردة انعقد اللجنة المصغرة عشان صياغة النص. بالفعل بدأنا الأول تعرضنا على النص الدستوري مرة أخرى عشان نأكد على تواجد النسب ونتأكد من دستورية النص اللي هيتم صياغته بالنسبة للنظام الانتخابي. كما عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلسة متخصصة بعنوان دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ذلك ضمن جلسات المحور الاقتصادي. ويأتي ذلك تمهيدا لصياغة التوصيات والمقترحات النهائية التي يتم عرضها على مجلس الأمناء. الحوار مفتوح، ليس هناك قيود على الحديث في أي موضوع يضيف إلى تنمية الزراعة. يمكن التوصيات الحقيقة كلها توصيات فعالة، كان على رأسها إيجاد خريطة استثمارية للزراعة أحدد فيها الأراضي اللي أقدر أستفيد منها في التوسعات الزراعية، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. أيضا الخريطة دي توضح برضو الأراضي من حيث توافر المياه، من حيث نوعية المحاصيل اللي تجوز زراعتها في هذه المناطق، بحيث أن أنا أفعل الاستثمار في هذا المجال خاصة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. أيضا ركزنا على بعض النقاط، التوصيات الرئيسية اللي بنتكلم فيها المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي المصري، وخصوصا الجزء المتعلق بأن احنا ازاي بنواجه تحديات في المجال الزراعي زي تحديات المواد المائية أو توفرها، بنتكلم عن تحديات تغير المناخ يعني تفتت الطرق الزراعية وغيرها، وكمان طبعا الزيادة السكانية. ولكن أهم التوصيات كانت متعلقة بأن احنا محتاجين نفعل قانون الزراعات التعاقدية، لدينا بعض الملاحظات على القوانين القائمة، فمحتاج حاجة زي دراسات القياس الأساسي التشريعي لبعض القوانين زي قانون الري والصرف وقانون الزراعة وأيضا قانون التعاونيات اللي محتاج تفعيل بشكل قوي علشان تساهم بشكل كبير في يعني رفعت هذا القطاع بشكل كبير. من أهم المطالب الخاصة بصغار المزارعين، ويمكن ده جزء كبير جدا من اهتمامي، لأنه يعني إحنا في إطار تنفيذنا لمبادرة إزرع اللي بتنفذه الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فإحنا مهتمين جدا بصغار المزارعين اللي هم بيمثلوا 85% من القطاع الزراعي ككل. وأهم حاجة هو توفير التقاوي والأسمدة والمخصبات وتوفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي، دي من أهم المطالب اللي موجودة. التسعير العادل والمسبق بوقت كافي، يعني لازم يكون المحاصيل معروف من وقت قبل زراعتها امتى يحصل لها، يعني هيكون تسعيرها عامل ازاي، ويكون تسعير بهامش ربح مفيد ومناسب ويساعد المزارع يكون حياته حياة كريمة. حضرتك سبق ان انعقدت لجان الحوار الوطني في لجنة الزراعة قبل كده في اكتر من لجنة، وكل من السادة او بعض السادة الحاضرين انذاك قدموا توصيات فتم حصرها، وعشان النهاردة تم الدعوة لمعظم الخبراء والذين قدموا بعض هذه التوصيات حتى يتم شرحها وإعطاء فرصة أوسع وأكبر لدراستها والخروج بالتوصية الملائمة والمناسبة الممتازة لترفع إلى السيد الرئيس. تم طرح التحديات اللي بتواجه قطاع الزراعة المصرية من مشاكل، ويمكن اللي تلخصت في مشاكل محددة اللي هي ندرة المياه مع الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتواجه الدولة المصرية اللي بتعتبر أكبر تحدي، عشان النهاردة الغذاء هو مشكلة عالمية، احنا جزء من العالم بنتأثر بشكل كبير، ولكن محدودية المياه أثرت بشكل أكبر، لأن احنا النهاردة تقريبا بنستورد 50% من غذائنا من خارج الدولة المصرية. التحديات اللي تم طرحها من كافة القطاعات النهاردة في الجلسة التخصصية بيتم صياغة التوصيات لحل هذه التحديات اللي تم الاستماع ليها من الفلاح المصري، من ممثل النقابات، من ممثل الأحزاب المصرية بكافة يعني أنواعها.
النهارده ان شاء الله باذن الله بنضع حلول. النهارده احنا محتاجين نعمل ايه للرقعه الزراعيه القديمه، محتاجين نعمل ايه للمساحات اللي تم اطلاقها والمشروعات اللي تم اطلاقها، المشروعات القوميه اللي سياده الرئيس بدا يطلقها من عام 2016، المليون ونص فدان، الدلتا الجديده، مشروع مستقبل مصر، الصوب الزراعيه، كل المشروعات دي النهارده احنا النهارده بنضع حلول لكيفيه تعزيز الاستفاده منها لكي تحقق الهدف منها. وضمن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي، عقدت لجنة الاستثمار جلسة خاصة حول الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحت عنوان ما بين الواقع والفرص والتحديات. تأتي تلك الجلسات لتحسين المناخ وأيضا جذب المستثمرين. أكيد في يعني وجهات نظر مختلفة في أكثر من مسار من المسارات المتعلقة بالاستثمار، من ضمنها قوانين الاستثمار، من ضمنها مناخ الاستثمار، من ضمنها الإجراءات، كل ده بيتم مناقشته بشكل مستفيض من خلال أوراق بتتقدم ومقترحات. الحقيقة هنا أنا دايما بقول إن احنا محتاجين مقترحات غير تقليدية بعيدا عن الينبغيات، نقعد نقول ينبغي عمل كذا ومن المهم عمل كذا، حلو قوي بس هنعمله ازاي؟ هو ده بقى غير التقليدي اللي احنا اللي انا بقول عليه. في اشياء كتير جدا طرحت النهارده ونحن لسه مكملين. لجنه اليوم تختص بصياغه المقترحات اللي كنا ناقشناها قبل كده فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والحوافز الاستثماريه والمناخ الاستثماري وكيفيه تفعيل قوانين الاستثمار، لان احنا دلوقتي المشكله فعلا مش في القوانين، القوانين النهائيه اللي طلعت فعلا قوانين كويسه، لكن كنا تركيز نقاشنا النهارده ازاي هيتم تطبيق وتفعيل هذه القوانين وكيفيه متابعه تنفيذ اللائحه التنفيذيه ومتابعه القائمين على هذه التوصيات والتنفيذات. فعلا ده الصياغه اللي يطلع لازم يطلع بها الحوار الوطني. احنا فعلا في مصر مشكلتنا مش في التشريعات، تشريعات كويسه وطبعا ناس متخصصه بتعملها، لكن فيما يلي التشريعات واصدارها، اللائحه التنفيذيه وكيفيه التفعيل والمتابعه والرقابه على التفعيل لهذه التشريعات، هو ده اللي كان اساس النقطه الاولانيه اللي تناولناها في الجزء الاولاني من الحوار النهارده. القوانين الموجوده بشكل عام هي فيها الجيد وفيها اللي ممكن يبقى احسن طبعا بشكل عام، بس هو التركيز كله على اليه العمل، ده بشكل اساسي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي نقدر نسرع اليات العمل بحيث ان هي تبقى محفزه بشكل كبير جدا على المستثمر وبتسهل حياته وبتقلل العقبات اللي بتواجهه في اصدار التراخيص وفي اليات عمله على الارض من اول ما بيبتدي يضخ الاستثمار وكمان لغايه ما العمليات التجاريه او العمليات اليوميه بتاعته اول ما بيبتدي يشغل الاستثمار بتاعه. ساهمت قبائل سيناء بجهود كبيره في النجاحات التي حققتها الدوله في حربها ضد الارهاب، حيث اصطفت الى جانب القوات الامنيه والعسكريه في التصدي للعناصر الارهابيه. كما لعبت قبائل سيناء دورا أساسيا في عملية التنمية التي شملت مشروعات صناعية وزراعية وبنى تحتية، فضلا عن أدوار إنسانية واجتماعية في إطار التنمية المستدامة. في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013، شهدت مصر موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية في ربوع الجمهورية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وكان لأهالي أرض الفيروز نصيب الأسد من تلك الهجمات، وهو ما دفع القبائل السيناوية إلى الدخول على خط المواجهة جنبا إلى جنب مع قوات مكافحة الإرهاب ضد العناصر التكفيرية، وأعلنت عزمها على مشاركة الجهات المعنية في معركتي الإرهاب والتنمية التي شهدتها سيناء خلال العشر سنوات الماضية. وخلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة في سيناء، لعبت قبائل سيناء دورا رئيسيا في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة. جهود أبناء وقبائل سيناء تضيف نقطة مضيئة إلى تاريخ نضالهم ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن سيناء، سواء كان محتلا أجنبيا أو إرهابيا يحمل السلاح ضد أبناء الوطن. وعلى الرغم
بالرغم من أن اصطفاف قبائل سيناء إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية التي قادتها الدولة لمحاربة الإرهاب في سيناء وضعهم على الخطوط الأمامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وجعل أبنائهم ومشايخهم وزاويهم عرضة للاستهداف المباشر من العناصر التكفيرية، إلا أن معين عطائهم لم ينضب، مستمرين في تقديم أرواحهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على أمن بوابة مصر الشرقية وتنميتها. وبالتوازي مع محاربة الإرهاب، لعبت قبائل سيناء دوراً أساسياً في عملية التنمية الشاملة من خلال شركتي أبناء سيناء ومصر سيناء، والشركتان ساهمتا في مشروعات صناعية وزراعية وبنى تحتية، كما ساهمتا في توسعة قناة السويس، إضافة لأدوار إنسانية واجتماعية في إطار التنمية المستدامة. وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية، انطلق قطار التنمية في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، وطالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار والبناء بجانب الجهود الأمنية لملاحقة البؤر الإرهابية. حجم التنمية على أرض الفيروز من مشاريع في قطاعات مختلفة يؤكد تقدير الدولة لدور قبائل سيناء، كما أن القيادة السياسية وجهت بالاعتماد على أبناء هذه الرقعة الغالية تقديرا لما قدموه لأجل الوطن، لتستمر حركة التطوير والتنمية على كل المستويات في محافظة شمال سيناء بفضل أهالينا هناك الذين كان لهم دور في إعادة الإعمار ودعم الجهود الحكومية في مواجهة التنظيمات التكفيرية التي هددت أمن واستقرار المحافظة. وللمزيد حول دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير ومواجهة الإرهاب، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد خالد، متخصص في الشأن السياسي. أستاذ محمد، يعني كيف ترى دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير في سيناء؟ أهلا وسهلا. طبعا ما حدش يقدر ينكر دور قبائل سيناء في تعمير سيناء، ده إن لم يكن تعمير مصر عموما، لأن سيناء كانت جت فترة من الأوقات كانت بوابة للحركة الإرهابية وبتاع، وما نقدرش نقول طبعا إن إحنا انتصرنا على القيادات الإرهابية دي غير بالتعاون مع قبائل سيناء. طبعا لما نقول كمان قبائل سيناء بنتكلم على اتحاد قبائل سيناء، يعني ده من أهم التحالفات اللي ساعدت الدولة والجيش في التخلص من البؤر الإرهابية وتطهير سيناء وجعلها طاهرة تماما من أي عمل إرهابي. طب هذا دورهم في مواجهة الإرهاب مع كل الشعب المصري، دورهم في التنمية والتعمير في الوقت الحالي كيف ترى؟ بالتوازي مع الحركات التخلص من الإرهاب كان الدور التنمية مهم جدا وبارز، ونقدر نقول برضو أن الحكومة ما كانتش هتقدر تطور من سيرة غير مع وجود أهل سيناء نفسهم، سواء من قبائل سواء كان شركاتهم أو البيزنس بتاعهم، كل ده كان مهم. ويشهد الوقت ويشهد عمليات التنمية اللي تمت آخر 10 سنين على الجهود اللي عملها أهل سيناء واللي هم ليهم نصيب الأسد منها في تعمير المنطقة دي من مصر، وجعلها مستقبلا قبلة للصناعة والزراعة ومنطقة لوجستية مهمة جدا، مش بس على مستوى مصر والشرق الأوسط، على مستوى العالم مما لا شك فيه. يعني طيب هناك كان أيضا دور لقبائل سيناء في أثناء حروب مصر المختلفة، وخاصة حرب 73، وكان لهم دور في الانتصار في ذلك الوقت. كيف ترى؟ من أول لحظة، من لحظة دخول العدو المحتل في سنة 67، الشعب السيناوي والقبائل السيناوية وقفت جنبا لجنب مع الجيش والحكومة تما، سواء كان بمساعدتهم زمان إن هم يكونوا مرشدين داخل الصحراء اللي ما كانش بيعرف يخشها حد غير أهلها، وسواء حتى وقت الهجوم نفسه في 73 وكمية التضحية اللي قدمها شباب سيناء وناس أهل سيناء من أصغر صغير فيهم لأكبر شيخ من مشايخ قبائل سيناء نفسهم ولحد النهاردة. هو ده حاجه اللي اذا كان هم اللي بيعملوه معانا دلوقتي في مجابهه الارهاب، ده شيء مش جديد عليهم، ده شيء عملوا جدودهم معانا في السبعينات. استاذ محمد خالد، متخصص في الشان السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وإلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني أن قواته اعتقلت عشرات المهربين اللبنانيين والسوريين في شمال البلاد
حيث كانوا يستعدون لإرسال مهاجرين على متن زوارق إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وأفاد بيان للجيش أن 31 سوريا و15 لبناني اعتقلوا أمس في عدة بلدات وقرى ساحلية شمالي لبنان، مشيرا إلى أن المحتجزين رهن الاستجواب. أعلنت مديرة مخيم الهول جيهان حنان اندلاع حريق في المخيم ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابة بشرية. وأضافت مديرة مخيم الهول أن سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر اليوم ما زال مجهولا، ويضم مخيم الهول حوالي 51 ألف شخص، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، من بينهم الزوجات والأرامل وأفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت الولايات المتحدة أنها قلقة جدا على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، قال: نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته. بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إقرار أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في صياغة وثيقة العقوبات إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. أعلنت روسيا دعمها لجهود الوساطة الإفريقية لحل الأزمة في النيجر. أكدت الخارجية الروسية أنها تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس في شؤون دولة ذات سيادة لن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل، مشيرة إلى أنها تعول على إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية لمجموعة إكواس. اتهمت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر فرنسا بانتهاك مجالها الجوي المغلق منذ الأحد وإطلاق سراح من وصفهم بالإرهابيين كجزء من خطة أوسع لزعزعة استقرار البلاد حسب تصريحات للمتحدث باسم المجموعة العسكرية. وأشار إلى أن الإرهابيين شاركوا بعد الإفراج عنهم في اجتماع تخطيط لهجوم على مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي. هذه الاضطرابات الأمنية التي خططت لها القوات الفرنسية كما كان الحال في مالي وبوركينا فاسو تهدف إلى تشويه سمعة المجموعة العسكرية وخلق قطيعة مع الأشخاص الذين يدعمونها في أعمالها أو خلق شعور عام بانعدام الأمن. يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس يعقدون اجتماعا جديدا غدا الخميس، وذلك لبحث الوضع في النيجر. هذا وأعلنت إيكواس أنها ستواصل اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر. يأتي ذلك بعد قيام وفد المجموعة بزيارة أولى إلى النيجر فشل خلالها في لقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم أو قائد المجموعة العسكرية. حالة من التوتر المتزايد تعيشها منطقة الساحل الإفريقي على وقع الأحداث في النيجر واستيلاء إحدى المجموعات العسكرية هناك على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في ظل رفض الدول الغربية لا سيما فرنسا للأحداث في النيجر والرغبة في استعادة المسار الدستوري هناك، وما تبع ذلك من عقوبات اقتصادية على السلطة الحالية في نيامي. بدا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس هي السبيل الأمثل لحل الأزمة إما دبلوماسيا أو عن طريق التدخل العسكري الذي رفضته العديد من الدول. وفد إكواس قام بزيارة أولى إلى النيجر فشل خلالها في لقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم أو قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة عبد الرحمن تياني. ووسط نية المجموعة إرسال وفد آخر إلى نيامي قبل انعقاد قمة قادة المجموعة، أبلغت السلطات في نيامي المجموعة بعدم إمكانية إتمام الزيارة في الوقت الحالي لأسباب أمنية تعود إلى أجواء التهديد بالتدخل عسكريا في البلاد.
البلاد. يضاف موقف رفض زيارة وفد إكواس إلى مؤشر آخر، وهو تعيين رئيس وزراء جديد، بما يؤكد إصرار المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر على المضي قدما في خططها بشأن الإمساك بزمام الأمور في البلاد، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي دعت إليه دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في السودان، حيث أكد أعضاء المجلس التزامهم القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله. من جهته أشاد مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس بجهود مصر في البحث عن السبل الناجحة لوقف الحرب في السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه. يرحب السودان بمبادرة الاتحاد الأفريقي التي توصلت إلى خارطة طريق تتضمن عناصر من بينها تنسيق جهود كافة الشركاء الإقليميين والدوليين في آلية موسعة والوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني واستئناف عملية سياسية شمولية من أجل حكومة ديمقراطية. أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله. هذا وقد حث أعضاء مجلس الأمن الأطراف في السودان على الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعادة الهدوء، ودعوا جميعا الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في البلاد. نود أن نرى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة وقد وضعت مصالح الشعب أولا، وأن تعمل على إنهاء العدائيات فورا وبدء المفاوضات بنية حسنة. وفي هذا السياق نرحب بالجهود الدبلوماسية من دول الإقليم مثل الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجماعة الدول العربية لاستعادة السلام في السودان. نشرة التساعد الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة، والأخيرة تنفي. نفت كييف اتهام موسكو لها باستهداف محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة. وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن قوات الأمن أن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفذ في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة. قالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجاتها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها، ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استخدمت في الهجوم. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الغرب قام بنشر مجموعة من القوات بالقرب من حدود روسيا الاتحادية تقدر بنحو 360 ألف عسكري و 8000 عربة مدرعة و 650 مقاتلة وطائرة هليكوبتر. واتهم شويغو بولندا بأنها أطلقت حملة لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، ذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا على حد قوله. وأكد شويغو أن روسيا ستعزز قواتها العسكرية على الحدود الغربية تحسبا لأي تطورات. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهجوم الأوكراني لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو أضرار. لا تهدئة ولا هدنة، هكذا الأوضاع تتأزم بين موسكو وكييف، لا سيما بعد أن سيطرت حرب المسيرات على الموقف. الدفاعات الجوية الروسية أعلنت إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو في وقت تزداد فيه الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية بعد أن سعت أوكرانيا لتحويل ساحة الصراع إلى موسكو. رئيس بلدية موسكو أعلن إسقاط إحدى المسيرتين في منطقة دومودوفو جنوبي العاصمة، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع، حيث حاولت المسيرتان دخول أجواء المدينة فيما انتشرت خدمة الطوارئ في مكان الواقعة. استهداف لم يكن هو الأول من نوعه،
حيث شهدت موسكو الأسبوع الماضي هجمات عدة بمسيرات، بما في ذلك هجوم ألحق ضراراً بمبنى تجاري في حي للأعمال استهدف مرتين خلال أيام. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الروسي استهدافه مركزاً للقيادة العسكرية الأوكرانية في بوكروفيسك بشرق أوكرانيا، فيما اتهمته كييف من جهتها بقصف مباني مدنية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد. وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وهي غالباً ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار في إطار التخلي عن العملة الأمريكية. وذكرت الرئاسة الروسية أنه بناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية. وستدخل الإجراءات الروسية حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم. خفضت وكالة معدز التصنيف الائتمانية لعدد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة، وأشارت مودز إلى أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبيرة الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قويا، هكذا أعلنت وكالة مودز للتصنيف الائتماني. تصريح جاء رغم تخفيض الوكالة تصنيف 10 بنوك أمريكية، محذرة في الوقت ذاته من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى. في غضون ذلك تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو مع تقليص الشركات من مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام. انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية يشير على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وزارة التجارة أعلنت وعدلت بيانات مايو لتظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار بدلا من 69 مليار دولار كما ورد في السابق. واردات السلع والخدمات انخفضت هي الأخرى 1% لتصل إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021. انخفضت الصادرات ب1% لتصل إلى 247.5 مليار دولار. كانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر من العام 2021. انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو للشهر الثاني على التوالي على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا. وأضاف مكتب الإحصاء ديستاتس أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.5% خلال شهر واحد وفق البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل. وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج بنسبة 1.7%، وتأثرت الصناعة الألمانية بالانخفاض الحاد في الطلب المحلي بسبب التضخم الذي ما يزال عند مستويات عالية بنسبة 6.2% على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار. وأكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة
يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية. التضحيات التي قدمتها قبائل سيناء خلال الفترة الماضية محل اعتبار وتقدير، هكذا يؤكد دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي عند ذكر أهالي تلك البقعة الحبيبة والعزيزة التي ضحى من أجلها كل المصريين عبر التاريخ. وفي شهر أبريل الماضي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتكازات الأمنية بشرق القناة تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث التقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي للجيشين الثاني والثالث الميدانيين وشاركهم الإفطار. وخلال كلمته في حفل الإفطار مع جنود وضباط سيناء شدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستدعم وتعزز قوة ومكانة شيوخ القبائل بشكل أكبر. فأنا بقول تاني إن إحنا قوة ومكانة شيوخ القبائل إحنا بندعمها وبنعززها وهندعمها وهنعززها أكتر. صحيح، مش بس هنا، حتى في كل يعني في الغربية هنعمل كده، وفي الجنوبية هنعمل كده، في دور بيقوم بيه دلوقتي يعني في هذا المجال. لكن احنا انا بأكده ان احنا كدولة هنأكد ونرسخ، ومش هقول نستعيد لان الدور موجود، لكن هنعززه اكتر من كده. وفي شهر فبراير الماضي شهد الرئيس السيسي فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بالتل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حيث أكد الرئيس السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة التنمية. وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا ان احنا النهارده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياه، مش التنميه بس، حياه الناس، لان ما فيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشه. يعني لو الناس عايشه في مكان وما فيش في امان، الناس ما تبقاش عايشه. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. احنا بقالنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده. كما وجه الرئيس السيسي الشكر إلى أهالي سيناء على دورهم في التنمية والاستقرار. بشكركم وبشكر أهالي سيناء تاني. احنا واحد. مش عايزه يعني انا ما يصحش اقول اهلي سينا، لان انا ما بقولش اهلي الاقصر ولا اهلي اسوان، لكن ساعات لما بيكون عندهم بنقول كده، احنا واحد، احنا مصريين، ودي بلدنا ودي ارضنا، نخلي بالنا منها ونموت عشانها. فسلاما واكراما وعرفانا واعتزازا لاهالي سيناء ولشهدائهم الذين ضحوا من اجل امن وامان مصر. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، الشأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة شروق عماد. إليك شروق. أهلا بك، شكرا لكما سحر ورجائي. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة والتي توجد في مصر. وأوضح التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار التقرير إلى مدينة روبيك للجلود التي تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، وأيضا مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية الذي يعد نواة للصناعات البلاستيكية.
وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17,763 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3,592 نقطة. وقفز مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5,311 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفع أسعار النفط حيث بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وقد أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 88% لتسجل 86.93 دولارا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18% ليسجل 83.9 دولار للبرميل. وصعدت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21% لتصل إلى 3.11 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.87% لتسجل 2.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الاسترليني وأربع عملات رئيسية أخرى بنسبة 15% إلى 102.37% في التعاملات الأسيوية. كما زاد اليورو بنسبة 2.2% إلى 1.9 دولار، بينما صعد الاسترليني 14% إلى 1.28 دولار، وارتفع دولار الاسترالي 13% إلى 66 دولار، بعدما هبط لأدنى مستوياته منذ أول يونيو عند 65 دولار. انخفض معدل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33% وتيرة أسرع من المتوقع في 14 عاماً مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات. وتسير الهند بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005. وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن، ويعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة الهندية نحو مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصادر الطاقة. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما سحر ورجائي. شكرا لك شروق. يعاني مربو الإبل السوريون في الصحراء الشمالية الشرقية من البلاد من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف التي يحتاجون إلى شرائها لإطعام حيواناتهم. ويبلغ عدد الإبل في شمال شرق سوريا حاليا نحو 15,000 رأس بانخفاض حاد مقارنة مع 50,000 رأس قبل اندلاع الأزمة قبل 12 عاما. مشاهدينا، عن آخر أخبار الكرة والملاعب لهذه الوقفة الرياضية. مرة أخرى شروق عماد. شكرا لكما من جديد سحر ورجائي، أهلا بحضراتكم وجولة رياضية جديدة لنشرة التاسعة. لا
نجحت بعثة منتخب الطاولة البارالمبي في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفرد ببطولة السعودية الدولية متنوعة بين 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات. وحقق الذهب كل من فايزة محمود وسيد سيكا، أيمن الزناتي، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام. ومن المقرر أن تقام غدا الخميس منافسة الزوجي والمختلط وختام البطولة أيضا. وصل منتخب مصر لكرة السلة رجال إلى الإمارات استعداداً لخوض معسكره الأخير قبل التوجه إلى مانيلا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقامة بتنظيم ثلاثي مشترك بين الفلبين وإندونيسيا واليابان. ويفتتح الفراعنة مبارياتهم في البطولة يوم 25 من الشهر الجاري بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيغرو يوم 27 ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 من الشهر الجاري. نجح فريق النصر السعودي في الفوز على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية. وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز بالدقيقة 75 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز تأهل فريق النصر إلى نهائي البطولة العربية، وينتظر الفائز من مباراة الهلال والشباب. وضمن منافسات نفس الدور من البطولة العربية يلتقي الآن الهلال والشباب على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية من البطولة العربية المقررة يوم السبت المقبل. أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي تعيين جاري أونيل مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للإسباني جولين لابيجي مدرب الفريق السابق لمدة 3 أعوام. وكان وولفرهامبتون أعلن رحيل مدربه بعد 9 أشهر من توليه المهمة. ويأتي تعيين أونيل مدربا للفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يخوض وولفرهامبتون أول مباراته تحت إدارة مدربه الجديد أمام مانشستر يونايتد الاثنين المقبل. ختام جولتنا الرياضية للنشرة التاسعة، من جديد عودة للزملاء سحر ورجاء. شكرا لك شروق. تحول فنان الجرافيتي في مدينة البصرة بالعراق الذي يتعرض لموجة شديدة الحرارة هذه الأيام للعمل ليلا بدلا من النهار، ذلك لتفادي درجات الحرارة المرتفعة للغاية. وبحسب الأمم المتحدة فإن العراق خامس أكثر دول العالم تضررا من التغير المناخي، ويتسبب الجفاف والقيظ الشديد في جعل أجزاء كبيرة من العراق لا تكاد تصلح للسكن خلال أشهر الصيف. والآن آخر أخبار الطقس والحالة الجوية. نعم، تنضم إلينا فيها مجددا شروق عماد. لك شكرا رجائي وسحر، أهلا بحضراتكم من جديد. وإلى أهم أخبار الطقس ودرجات الحرارة محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-24، السويس 35-25، العريش 33-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-30، الأقصر 43-29، أسوان 43-29، الوادي الجديد 45-30، شلاتين 40-31، حلايب 37-30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم. هذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. تحفيزا للاستثمار، رئيس مجلس الوزراء يوجه بالترويج لخدمات تأسيس الشركات الإلكترونية. عشية انعقاد قمة مجموعة إكواس، واشنطن تعرب عن قلقها بشأن وضع رئيس النيجر محمد بازوم. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا معنا ومعكم ويوسف الحسين. أهلا بك. ازيك يا صحر؟ ازيك يا رجاء؟ عاملين إيه؟ نتمنى إن هواء التاسعة يجيب علينا نسائم باردة في الحر اللي إحنا فيه ده. يا رب. والله الحر بقى غريب جدا، وواضح إنه فعلا المتغيرات المناخية بوظت الدنيا. لا إحنا بقينا جو غريب. مش عارف إيش معنى العالم كله بقى جو غريب يعني. ايه ده؟ العالم كله بقى جو غريب للأسف. كل حاجة ليا أصحاب كانوا لسه من شوية كانوا في إيطاليا، بيقول لك هناك موجة حر شديدة وجفاف بقى في الأنهار الصغيرة وحاجات زي كده. لا وفي حتة تانية في فيضانات، النرويج في فيضانات جامدة قوي. ما تفهمش إيه اللي بيحصل. احنا نروح هنا يستر، ليه مش كلها تقوم يا أولاد؟ مشكلة بس على العموم. أشكرك يا سحر وأشكرك يا رجائي، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.